في الحقيقة الشباب خرجوا في البداية لمطالب عادلة، من ضمنها أداء رسالة الهيئة في إيصال السلع الآمنة والخدمات إلى المواطنين المستهلكين لهذه السلع، التي تعتبر الهيئة هي المصد الأول للوقوف ضد الأخطار التي تهدد حياة الأطفال والشيوخ والنساء والمستهلك بشكل عام. وبدأنا بهذه المطالب بشكل سلمي وبتعبير ضمن الأطر القانونية. الغرض منها كان الوصول مع الجهات، مع قيادات الهيئة، إلى نقطة حل الثغرات التي تمر من خلالها السلع. وكان هناك في البداية استجابة من الهيئة، إلا أنها ظلت الأمور حبيسة الأدراج. وحقيقة الشباب في حالة تعقل وتروي وإبداء لمطالبهم بالطرق السلمية. هناك الأمور المالية في الهيئة تستغل لصالح أشخاص، ولا تستغل لإدارة العمل الفني الذي يوصل الأمور إلى أن توجد أو تدخل سلعة آمنة للمواطن. وهذه حقيقة المشاكل التي رتبنا من خلالها والجلوس مع مدير الهيئة ومناقشته في هذا الأمور. أيضا عملية التعيينات وإجهاض الكادر الفني. الحقيقة أن الكثير من الكادر الفني مجهض منذ فترة، معظم الكادر الفني مرمي فوق المكاتب، ويتم التعيينات بناء على ارتجالات والقرابة من مصدر القرار، والعمل الفني مرتبط بأشخاص معينين، لا يتم الاستفادة من أي كادر داخل الهيئة، بالرغم أننا جميعا اللي هنا أمامك في الاعتصام كلنا أو الأغلبية 99% مهندسين وفنيين في مجال الاختصاصات الفنية والسلع الفنية والسلع الصناعية. وهذا مما أدى إلى تدهور، والشارع يشهد على ذلك. حقيقة الشارع ما تشاهده من بضائع في الشارع يشهد على رداءة دور الهيئة. في المنافذ يعين أناس شريعة وقانون في منافذ الهيئة، والمفروض أن المنافذ لا يعين فيها إلا شخص اختصاصي على الأقل يقدر يفك خط اللغة الإنجليزية من اللغة العربية، ليعرف ماهية السلعة، ليعرف من أين أنشئت هذه السلعة، ليعرف مكونات السلعة، حتى تدخل على الأقل إنه ببطاقة بيان مقبولة لدى المواطن. حقيقة هذه الأشياء، وهناك مطالب، هناك أشياء تفصيلية لا يسع المجال إلى ذكرها. وقلنا أنه أمام أعين قناة الشباب خرج الأخ مدير الشؤون المالية والإدارية يتهجم علينا بالضرب أمام أعينكم، وأعتقد أنكم صورتم هذه الحالة. ونطالب بغذاء آمن لأطفالنا، لأنه في شحن فاسدة تصل إلى البلاد ولا يتم الرقابة عليها بالشكل المطلوب. وعند خروجنا للمطالبة بهذه المطالب الشرعية واجهنا التعسفات وإنزال المستحقات
نناشد المشير عبد الرب.